السيسي يدعو لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجا. الجيش السوري يعلن انسحاب 400 مقاتل كردي من منطقة منبج. الرئيس الأمريكي يتوقع بقاء الإغلاق الحكومي طويلا فيما لا يزال الاتفاق حول ميزانية أمن الحدود قائما. موجز أنباء السادسة صباحا من إكسترا نيوز، أسعد الله أوقاتكم. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة برعايته المباشرة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال عام 2019. وقد أكدت مصادر لإكسترا نيوز أن المبادرة تستهدف تقديم خدمات طبية وعمليات جراحية وتنمية القرى الأكثر احتياجا طبقا لخريطة الفقر وصرف أجهزة تعويضية وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. أعلنت وزارة الدفاع السورية انسحاب نحو 400 مقاتل كردي من مدينة منبج في محافظة حلب شمالي البلاد. قالت الوزارة في بيانها إن الانسحاب يأتي تطبيقا لما تم الاتفاق عليه لعودة الحياة الطبيعية إلى المناطق في الشمال السوري اعتبارا من بداية هذا العام. اتهمت الحكومة اليمنية المتمردين الحوثيين بالامتناع عن الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، وبعثت الحكومة برسالة إلى مجلس الأمن الدولي تؤكد فيها أن الميليشيات الحوثية شنت هجمات بما في ذلك إطلاق نار القناصة وصواريخ باليستية متوسطة المدى في الحديدة بعد إتمام الموافقة على الهدنة، كما قامت الميليشيات بإقامة حواجز وخنادق لعرقلة تسليم المدينة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة قد يستمر لمدة طويلة. وقال ترامب إن المخصصات التي وافق عليها مجلس النواب لمكافحة الهجرة غير النظامية والبالغة 5.6 مليار دولار ضئيلة للغاية. جاء ذلك خلال اجتماع ترامب مع قادة من الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس في جلسة حول أمن الحدود داخل مقر البيت الأبيض بناء على طلب منه لبحث ملفي الإغلاق وأمن الحدود. أعلن مسؤولو الطوارئ في روسيا أن عدد القتلى جراء انهيار مبنى سكني في ماغنيتوغورسك ارتفع إلى 33 بعد انتشال مزيد من الجثث من تحت الأنقاض. وقال المسؤولون الروس أن احتمالات العثور على أي شخص على قيد الحياة تضاءلت بشكل حاد مع دخول جهود الإنقاذ ليلة ثالثة من البرد القارس. وبرغم ذلك فإنه لا يزال هناك 8 أشخاص من سكان المبنى المؤلف من 10 طوابق في عداد المفقودين. أعلنت مفوضية الانتخابات في أفغانستان بدء عملية تسجيل مرشحي الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها هذا العام اعتبارا من اليوم الخميس. يشار إلى أن المفوضية كانت قد أعلنت الأحد الماضي إرجاء الانتخابات الرئاسية إلى 20 يوليو المقبل بعدما كان من المقرر إجراؤها في 20 أبريل لهذا العام. دوما إكسترا نيوز دوت تي في لمزيد من الأخبار والتقارير. إلى الملتقى بإذن الله.